طيب على الجانب الاخر، كيف تنظر للمباراه الثانيه يا دكتور احمد؟ اللي جايه اللي جايه بشوفها تانية. طبعا مباراه صعبه جدا، اصعب من مباراه الذهاب. معايا اخيرا لقيت حد معايا، انا كل ما اجيب حد يقول لي اصل ده ماتش مش عارف. الحقيقه دي مش دي الحقيقه. من الواضح ان هناك حرب نفسيه بتدار امام النادي الاهلي خلال هذه الفتره، خصوصا من تونس. خد بالك من التعليقات طبعًا. من كل اخواتنا التوانسه، وده حق متاح. تنويم مغناطيسي، انا ما بقولش لا، لكن ده حق متاح زي ما كان بيتسو نفسه بيعمل فينا كده زمان. في سياسه تنويم مغناطيسي في الفتره الاخيره دي، ان فرقه النادي الاهلي صعدت، والحقيقه لسه ما صعدناش. المباراه دي صعبه، بشوفها فنيا وصعبه نفسيا في نفس الوقت. أيوة. فنيا ازاي؟ ان انت مش هتلاقي نفس المساحات اللي كانت موجوده. هو اكيد هيجي هيلعب 1-0 ديت، يعني ممكن يجي يقفل ويلعب على ضربه ثابته وتبقى والنتيجه تقلب لا قدر الله. لازم نعمل حسابنا ان احنا لسه ما صعدناش، لازم نحط سيناريو جيد، ما نشغلش بالنا بالاخبار ان هم عندهم مشاكل في التدريبات او حصل ضربه او كده. مشاكل في التدريبات؟ معلش انا اسف جدا، ممكن بس ازيع فيديو واحنا بنتكلم وحضرتك بتتكلم بمناسبه مشاكل في التدريبات دي.